استعداداتكم للسنة الإدارية الجديدة 2024؟ استعدادات يعني عادية، فهمتني، نستقبل سنة جديدة ونودع سنة 2023، سنة كانت سنة مطلع خير على الشعب التونسي، وإن شاء الله نأمل أنها سنة 24 تكون سنة معناها فهمتي لله وحدة الشعب التونسي، وسنة يعني السنة اللي باش تكون فيها سنة يعني تونس أنها تتميز معناها على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي، ويكون ثم بالفعل فهمتي لله ثم مجتمع متناسق ومتجانس في إطار دولة عصرية، دولة نظامها جمهوري، تكون الإرادة فيها بتاع الحكم نابعة يعني من الشعب التونسي. كيف ما تعرفوا انتم الشعب التونسي هو صاحب السيادة، وتترجم السيادة بتاع الشعب التونسي اليوم على مستوى مؤسسات الدولة، يعني العلاقة بين المؤسسات يعني مؤسسات الدولة وبين المواطنين هي علاقة عضوية أصبحت، يعني هذا اللي نبنيه عليه، وهذه هي الدولة العصرية اللي قوامها المجتمع، والمجتمع المترامي الأطراف، والمجتمع العريق هذا اللي ديما فعله فعل خير وإيجابي، هذا هو اللي نبنيه عليه تونس جديدة، فهمتني؟ بالنسبة لكم سنة جديدة، لكن يظهر لي المسؤولية أكبر. هي المسؤولية بطبيعة الحال نتحمل المسؤولية بكل ما فيها، وهي تحمل المسؤولية نتحملها المسؤولية يعني مع الشعب التونسي، والشعب التونسي نحن خدامة عند الشعب التونسي، ونعرفوا أنا في كل في أناء الليل والنهار نشتغل من أجل فهمتني لله من أجل إرضاء الشعب التونسي، وإحنا مرة واحدة أخرى نعاود نقول كلمة، رانا خدامة عند الشعب التونسي.